وللحديث أكثر عن قصف الميليشيات الموالية لإيران للمعسكرات في ضربة للمصالح الأمريكية قبل الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي المرتقب بين الكاظمي والإدارة الأمريكية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من برلين الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوز اللامي. مرحبا بك معنا. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. قصف على قاعدة التاجي، تفجيرات في الدورة ببغداد، كيف تقرأ توقيت هذا الاستهداف الذي يسبق جولة الحوار الثانية؟ يعني سيدي الكريم، كان واضحا من قبل الأمريكان بأنه أعطوا فرصة لحكومة الكاظمي لاحتواء هذه الميليشيات ولأن تكون طرفا في هذا الصراع الجاري الآن، الصراع الإقليمي الذي العراق هو جزء منه. لكن حكومة الكاظمي أثبتت، يعني تراجعت منذ المواجهة الأولى مع ميليشيات حزب الله، أطلقت سراحهم. اعتبر الأمريكان هذه رسالة خاطئة، رسالة غير صحيحة للجانب الأمريكي، ولذلك تأجلت الزيارات وذهب الكاظمي إلى إيران وتم إملاء عليه بعض الأمور. لذلك اليوم سيد الكريم أعتقد بأنه القوات الأمريكية قررت أن تأخذ زمام المبادرة في تحجيم وتقليم أظافر هذه الميليشيات، وأن تجعل هذه الميليشيات في مستوى معين أنه لا يصعد سقفها من حيث العتاد ومن حيث السلاح. ولذلك نجد بأنه كلما حدث هنالك عملية تخزين لأسلحة وصواريخ مهمة يتم قصفها مباشرة من قبل الأمريكان وحتى الحلفاء للأمريكان. فأعتقد سيد الكريم بأنه اليوم هذه الحكومة أصبحت اليوم متفرجة على هذا الوضع، غير قادرة على أن تكون طرف، غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات أو حتى محاولة السيطرة على عملياتها. نعم، هل استهداف هذين المعسكرين يحمل رسالة لأمريكا، وبالتوازي تحمل هذه التفجيرات والاستهدافات رسالة أخرى للكاظمي وحكومته؟ يعني سيد الكريم، اليوم أعتقد بأن حتى الحوار الاستراتيجي في ظل هذه الظروف سوف يكون حوار سيء، حوار ليس في صالح الطرف العراقي. طبعا الأمريكان هم قالوا بصراحة إن إذا فشل هذا الحوار وإذا لم تستطع هذه الحكومة من الحد من استهداف البعثات الدبلوماسية والمصالح مصالح التحالف الدولي في العراق، فالعراق سوف يتجه إلى مصير لبنان وسوريا وحتى مصير إيران في مواجهة عقوبات، في أن تعتبر اليوم يعتبر العراق في الخندق الإيراني. أعتقد سيدي الرسالة واضحة بأنه استهداف هذه المعسكرات من قبل الأمريكان ويحدث هنالك رد أيضا من هذه الميليشيات، أعتقد واضح بأنه هذه اليوم القوات الأمريكية وحتى قوات التحالف بصورة عامة تعتبر العراق ربما اليوم في الجانب الإيراني. اليوم هنالك عمليات تسليم للقواعد في وسط وجنوب العراق، يعني نعم. متحدثين يتحدثون عن أنه تهيئة القوات الأمريكية أنفسها في قاعدة الأسد والحرير للاستمرار في مثل هكذا عمليات ضد ميليشيات الحشد الشعبي. يبدو أستاذ محمد أن الحكومة الحالية استنسخت الرواية الإيرانية بإرجاع السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة أو تماس كهربائي أو ما إلى ذلك، كيف تقرأ هذا الطرح الحكومي وهل هو مقبول فنيا؟ غير مقبول سيد الكريم، هذا الطرح هزيل لا يقبله أحد. اليوم الشارع العراقي يعلم جيدا ماذا يحدث في هذا الصراع، يعلم جيدا بأنه هذه المقرات تم قصفها بطائرات مسيرة، وحقيقة حتى ميليشيات الموجودة اليوم على الأرض نفسها من جانب تقول بأن هنالك تماس وحالة سوء تخزين ارتفاع درجات حرارة، ومن جانب آخر تهدد بالرد وتقوم بقصف للمقرات التي تتواجد فيها القوات الأجنبية. فسيد الكريم، لا أحد اليوم يستطيع أن يخفي بأن هذه الحكومة قد فشلت، عاجزة، أصبحت هي حال الحكومات السابقة، غير قادرة على مواجهة الميليشيات أو القضاء عليها، السيطرة على عملياتها، محاولة حصر السلاح بيد الدولة. هذا السلاح المنفلت سيد الكريم اليوم هو الذي يؤدي بالأمور في العراق إلى قتل المتظاهرين، تصعيد الأمور مع التحالف الدولي، وبالنتيجة سوف تكون هنالك انعكاسات سلبية كبيرة. نعم، أشكرك الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوز اللامي، كنت معنا من برلين.